بكم إلى أخبار الاقتصاد. أوضح المجلس المحلي لحلب أن المدينة تعاني من حصار خانق منذ 4 أشهر في ظل غياب معظم المواد الغذائية عن محلات المدينة. وبيّن المجلس المحلي عبر نائب رئيسه زكريا أمينو بحسب حوار أجراه معه موقع اقتصاد، بيّن أن لا وجود لأي حركة اقتصادية في المدينة والتي اعتادت على التجارة الموسعة منذ قرون طويلة، حيث كانت حلب المدينة الصناعية والتجارية رقم 1 في سوريا على حد قوله، مضيفا أن صعوبات كثيرة يواجهها المجلس منذ رمضان الماضي، على رأسها استحالة دخول جميع مقومات الحياة. أصدر رئيس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة ألف من المادة 29 من القانون الخاص برسوم بطاقات الإقامة في سوريا لغير السوريين. وبحسب صحيفة الوطن الموالية للنظام، فقد نص المرسوم التشريعي على أن تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم التالية: 45,000 ليرة سورية عن بطاقات الإقامة الخاصة، 75,000 ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين، 30,000 ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية، و 15,000 ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو أقل، على أن يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من بداية الشهر القادم. وفي أسعار صرف العملات، حافظت الليرة السورية على قيمتها أمام الدولار في معظم المناطق. ففي دمشق سجل سعر صرف الدولار 539 ليرة للشراء و 541 ليرة للمبيع، أما في حلب فقد سجل سعر الصرف 539 ليرة للشراء و 542 ليرة للمبيع. وفي أسعار الذهب، انخفض سعر الأونصة ليسجل 1258 دولارا، أما في السوق السورية ووفق تسعيرة جمعية الصاغة، انخفض سعر الجرام من عيار 21 إلى 19167 ليرة، والجرام من عيار 18 إلى 16430 ليرة. وفي أخبارنا العربية، أعلنت منظمة العمل الدولية إبرام شراكة جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية العضو في مجلس البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات لدى الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واعتبرت المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأعلى عالميا في معدلات البطالة الرسمية، خصوصا بين الشباب، إذ يعاني من البطالة نحو ربع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتتكبد المنطقة بسبب بطالة الشباب أكثر من 40 بليون دولار سنويا. وستركز هذه الشراكة الجديدة وفقا للبيان على تقليص الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل.
بدأت الحكومة التونسية جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل سعياً للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية، حيث بدأ رئيس الوزراء يوسف الشاهد بوضع خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن أيضاً رفع الضرائب وخفض الدعم يعتزم تنفيذ تحت ضغط مقترضين دوليين، وهو ما رفضه اتحاد الشغل. وكان قد رفض الأخير بشدة الأسبوع الماضي مقترحا لرئيس الوزراء بشأن الرواتب قائلا إنه يتوجب على الحكومة البدء بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تنتقل أو تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة. سابع أكبر اقتصاد في العالم البرازيل تقر تجميد النفقات لمدة 20 عاماً، والصين تشيد مطاراً جديداً قد يكون الأكبر على مستوى العالم. أما شركة سامسونج ورغم عملية الإصلاح التي خضعت لها هواتف نوت 7 عادت لتطلب من عملائها إغلاق تلك الأجهزة لاحتمال انفجارها مجدداً. نتابع التفاصيل. دخلت البرازيل سابع أكبر اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية، وحسب فرانس بريس قال محللون إن فترة انكماش ستستمر عامين على الأقل، وبهدف تنفيذ مشروع النهوض الاقتصادي الذي وضعه الرئيس الجديد ميشيل تامر، أقر النواب البرازيليون في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يقضي بتجميد النفقات العامة طيلة 20 عاماً. ووافق النواب بأغلبية ساحقة على مشروع القانون الذي طرحته الحكومة، فيما لا يزال النص بحاجة لأن يقر على مراحل في البرلمان بمجلسيه قبل أن يتم التصويت عليه نهائيا بحلول نهاية العام. والمشروع الذي تنتقده المعارضة بشدة يجمد الاتفاق الحكومي في كل القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم لمدة 20 عاما عند سقف لا يمكن أن يزيد سنويا عن معدل التضخم. تشيد الصين مطارا جديدا قد يصبح في نهاية الأمر الأكبر على مستوى العالم ليستوعب ما يصل إلى 100 مليون مسافر في العام، ومن المقرر انتهاء أعمال التشييد في المرحلة الأولى في 2019. المطار سيكون ثاني أكبر المطارات في الصين ومزود بأربعة مدارج، وتسعى الصين إلى جعله المطار الأكبر في العالم ليكون منافسا لمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، وهو حاليا المطار الأكثر ازدحاما بعدد المسافرين الذين يفدون إليه سنويا، وتبلغ تكلفته 80 مليار يوان أي ما يعادل 12 مليار دولار، وهو واحد من أضخم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة الصينية مع سعيها لدفع النمو إذ يشهد اقتصادها أبطأ وتيرة له منذ عقود. أعلنت شركة سامسونج إلكترونيات وقف جميع مبيعات هواتف جالاكسي نوت 7 الذكية في جميع أنحاء العالم بعد تلقي تقارير تفيد بانفجار عدد من الهواتف بعد عملية الإصلاح التي خضعت لها. وناشدت الشركة الكورية الجنوبية عملاءها بالتوقف عن استخدام هذا الطراز من الهواتف الذكية وإغلاقها حتى تنتهي من التحقيق في عيب التصنيع الذي اكتشف فيه مؤخرا. وحذرت الشركة مستخدمي هذا الطراز من هواتفها الذكية من استخدامه قائلة سواء كان العميل يستخدم هاتف جالاكسي نوت 7 الأصلي أو المستبدل ننصح بضرورة إغلاقه والتوقف عن استخدامه أو الاستفادة من المعالجات المتوفرة للمشكلة. نهاية أخبار الاقتصاد، شكرا لحسن المتابعة، ألقاكم غدا بإذن الله. والآن عودة للزميلة هاجر لاستكمال النشرة. إليك هاجر. شكرا دعاء، يعطيك العافية.